بنت اللي ليها موقف عايز قول اقول لك مهم قوي. راجل كده الله يبارك له سرق الالبوم من عند الاستاذ نصر، ما كانش يقصد سرقه بس يعني كان لسه خاطب جديد وعمال بقى يمسي على خطيبته كل شويه خدي اغنيه لتامر حسني، جاي تاخد الاغنيه وتمسي على اصحابها في الجامعه، الالبوم كله. قلت له اديني فرصه اخش اعمل اغنيه جديده كده. قلت له يا امير انا عايز اعمل اغنيه دلوقتي حالا. قال لي بتقول ايه الاغنيه؟ قلت له مش عارف، مكون على قد ما شفت وعشت وايه جربت اكتر من اللي نفسي فيه. ما كانش في لسه ايه بنت الايه، مش عارف هنا ايه، جبت انت بسرعه يا ايه او اعمل ايه انا مش عارف. قمت انا قايل يا بنت الايه كده اللي هو ايه اي كلمه احطها. فقال لي الله دي حلوه جدا يلا نشتغلها. دخل نصر انا ما عنديش وقت انا لازم اطبع. قال لي عملت ايه؟ قلت له هي الاغنيه. قال لي لو عشت بألف بقى وحياه ربنا قاعد بقول اي هري حتى وانا بقول لا يا احتاج تاني. حياه مش لاقي كلام اتنين تلات على الحياه مش لاقي حاجه اقولها لا يا